بعدما شرعت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة في فرض طوق أكثر تشددا على حركة التنقل بين مناطق المدينة من خلال تثبيت الحواجز الحديدية عند أهم المداخل والممرات والمعابر المؤدية إلى جل الأحياء، قصد ضبط حركة التنقلات وفرض الحجر الصحي بأسلوب أكثر شدة. وفور تطبيق هذا الطوق الأمني على أرض الواقع، أضحت شوارع المدينة مكتظة بالسيارات، مما خلق حالة من الفوضى والارتباك في صفوف المواطنين. ويأتي هذا الإجراء في وقت تعرف فيه المدينة أشغال تهيئة وتوسيع وإغلاق أغلب الشوارع الرئيسية بالمدينة. وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الإجراءات والتي ساهمت في تأزيم عملية السير والجولان في جل شوارع القنيطرة. اللي تعرفوا مختلف شوارع وازقه ديال جديد القنيطره، كما تشوفوا حاليا السائقين يوجدوا صعوبه في تجاوز هذا المعبر ديال ساحه مولاي يوسف. وكما تعلمون من المساكن خصوصا سائقي سيارات الاجره الصغيره، هانتوما كيفاش تشوفوا مشاكل المعاناه ديالهم. حنا درنا هذا المباشر باش تشوفوا المعاناه ديال السائقين المساكن. إذا كان الجدوى ديال هو أن عقلنا ديال الحركة ديال التنقلات، ها انتوما تشوفوا، ها انتوما تشوفوا الإخوان، معاناة كبيرة ديال الناس، ها.